سر مرانا سعد موجودة معنا اليوم بول اوف فيم. أهلا وسهلا فيك سر مرانا، شكرا لوجودك معنا اليوم. سر مرانا هي مديرة معهد وجوئة القديسة رفقة، مؤلفة موسيقية، قائدة جوئة، دكتوراه بلاهوت الحياة الرهبانية والموسيقى المقدسة، استاذة وكاتبة لبنانية. واليوم رح نحكي عن كونسرت عدرب ألامك مع جوئة فيلوكاليا. في لوكالية رح تخبرينا أكثر عن هالجوقة، عن اسمها يلي كتير جديد، وعن هالكونسرت يلي رح يصير السبت ب 13 نيسان بالكنيسة الخارجية للصرح البطريركي. أهلا وسهلا فيك. شكرا. خبرينا شوي عن الجوقة الجديدة. أول شيء طبعا مثل ما حضرتك ذكرتي، جوقة هي المعروفة بجوقة معهد القديسة رفقة الموسيقى، تغير اسمها السنة وصرنا تحت اسم فيلوكالية. فيلوكالية، وهالاسم جاي من الأساس من اللغة اليونانية. فيلو يعني حب، الكالية هي الجمال، وبتعني حب الجمال. يلي طبعا نحن عبر الموسيقى منعبر عن حبنا للجمال الأوحد بالأول، والأول هو ربنا طبعاً. ومن خلال هالآلة يلي نعتبرها هي رسالتنا، منوصل حبنا لربنا وحبنا للخلق والجمال اللي أبدعه ربنا بالكون، حتى جمال هالنفوس الطيبة يلي بتحمل هالشي بمواهبهم وبالعطايا اللي ربنا عطيهم إياها. حلو كتير سور مرانا. يعني نحن بنعرف نحن كجمهور ومستمعين قدي بهمنا هالنوع هالموسيقى، قدي بتأثر على ممارساتنا الدينية، قدي بتفوتنا بالروحانيات، بس قدي تأثيرها على المرنمين بحد ذاتهم. طبعا إنه بالنسبة لي بعد اختباري بيصير في تحول بحياتهم. أنا على الصعيد الشخصي أنا تحول قصص كتير معي من خلال هالعمل يلي منقوم فيه، لأنه عمل بده كتير أول شيء من الإيمان، بده كتير من المسؤولية والالتزام. وإضافة إلى أنه مع الوقت مع الالتزام بتحسي كتير قصص تغيرت بحياتك وحولت الإنسان إلى أفضل، وبتحمله حتى كتار من الشبيبة مثلا بيعبروا لأنه الجوقة بحد ذاتها هي أحلى ثيرابي لإلهم، لأنه هي المكان اللي بيعبروا عن كل شيء بيحبوا يعبروه، إن كان بإيمانهم وإن كان بقيمهم وإن كان يمكن ألامهم أوجاعهم أفراحهم. فهذا المكان يلي بيقدروا يعالجوا حالهم بحالهم وينمو فيه. تنرجع على الكونسير اللي رح يصير بالسبت ب 13 نيسان بالكنيسه الخارجيه للصرح البطريركي بقياده حضرتك سور مرانا، وبمشاركه استاذه الغناء الشرقي بمعهد القديسه رفقه لينا فرح غاوي. خبرينا عن هالكونسرت وعن الريبرتوار. صار لنا تقريبا 3 اشهر او شهرين عم نحضر هالعمل، وهون بوجه تحيه كثير كثير كبيره لكل اطفال وشباب وصبايا المعهد، ولكل مجلس الإدارة والمنظمين يلي بتعرفي كل هالنجاح والترتيب بيكون مع أكيب عمل كتير كبير ومؤمنين بذات القضية. وأيضا تحية كبيرة للسيدة لينا فرح غاوي يلي بتتمتع بصوت بيفوت على القلب من دون إذن، هيك بقدر أوصفه أنا، لأنه بتدقر القلب والروح عند كل إنسان. فبحيي كل جهودهم لأنه مؤمنين بهالرسالة اللي عم نقوم فيها. وبنفس الوقت كمان رح يكون معنا أوركسترا من 17 موسيقي رح يكونوا معنا، رح يكون مقسوم قسمين، قسم الألام وقسم القيامة، لأن طبعا نحن ما عنا ألام وصليب من دون قيامة، وهيدا الشيء كله رح يكون بالصرح البطريركي. وهون بوجه تحية كتير كبيرة لراعي الحدث كلياته ويلي مآمن حتى برسالتنا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلية طوبة، يلي نشكر هالروح اللي عطول دعم الشباب اللبناني بأي من أي لون من أي دين، مآمن بالشباب إنه هن مستقبل الكنيسة والوطن. أجواء الجوقة سر مرانا جبتي لنا إياها معك بفيديو، خلينا نشوفها سوا. يا ربي قبل كل
أجواء حلوة من التحضيرات من التمارين. هون بعدنا بدون موسيقى كمان كنتوا عم تشتغلوا. أوقات بتغنوا أكابيلا؟ إيه طبعا أكيد. غير تقنيات والجو بتتأقلم مع بالتراث الشرقي بيكون عادة معنا تاخد شرقي صغير، ولكن الكورال حتى بالكموسير رح يكون في عدة أنواع موسيقى عم تتغنى. طبعا ننطلق من التقليد الماروني السرياني للماروني اللي طورناه بالعصور، وهون رح يكون في كمان ترتيلة جديدة عم تأديها للكورال لأول مرة من تأليف المؤلف اللبناني استاذ اياد كنعان يلي انكتبت خصيصا للجو باللغة السريانية، بس طبعا مع توزيع الكورالي. فرح يكون في كمان قصص باللغة اللاتينية، باللغة الألمانية، باللغة الإنجليزية، وهيك كمان لنكون منفتحين حتى برسالة الجو على كل الثقافات واللغات، طبعا مع الحفاظ على طقسنا التراثي الماروني. أكتملك قد بحب أنه نكون كمان بالتراتيل يلي منعرفها، يلي ربينا عليها، يلي أجدادنا كمان في نفحة حلوة طبعاً. حلوة أنه نحافظ لأنه عليها، لأنه هيدا حتى بتربط الأجيال ببعضهم. يعني اليوم وقت اللي نحن بنكون عم نسمع يا شعبي وصاحبي، بالنسبة لنا عم بتذكرنا بستي وبجدي وبسليلي كلها، يعني بتصير في جذور كتير مهمة، علاقة روحية إنسانية من دون ما نحس، لأنه الموسيقى هي أكبر يمكن لغة بتربط العالم ببعضها. رمزية المكان اللي رح يصير فيه أنا بعتبر الصرح البطريركي مش أول مرة من غني ببكركي، وهيدا الشيء منعتبره بيت الكل بكل معنى الكلمة، من دون ما يكون في طائفة محددة أو دين محدد أو حتى جنسيات محددة. فبما أنه بيت الكل حبينا تكون انطلاقتنا السنة حتى من صرح البطريركي، وهون كمان بوجه تحية لكل كمان فريق العمل اللي عم بينظم معنا من صرح البطريركي. عم نشوف بعض الصور ومن جولاتكم يمكن كمان بالعالم. مزبوط، الكورال غنى بكتير بلدان، بغنى بالمهرجان الشبيبة مع البابا ببولندا، غنى بأمريكا، بفرنسا، بأبروس، بألمانيا، وإن شاء الله يعني كمان مستقبل لألون. سور مرانا، الدعوة لمين بهالكونسير؟ الدعوة للكل دون استثناء، لكل لبناني، لكل يمكن في ناس حابة تيجي تعيد بلبنان، أجانب أو لبنانية كمان مدعوين، والدخول مجاني. نحن طبعا حاطين تأكيد الدعوة لاحترام المقاعد، يعني اللي بيحجز محله بيجي بيلاقوا محله محجوز. فمن هيك بنتمنى من الكل يلي حابب يصلي يفوت بجو الآلام والقيامة يشرفنا على بكركي، ونحن بنكون سعيدين بحضوركم جميعا. جوقة في لوكالية عم الفظها مزبوط؟ في لوكالية. في لوكالية. جوقة في لوكالية ثابتة كل الوقت ولا كمان في أعضاء جداد بفوتوا على هالجوقة؟ هو طبعا الدم الجديد على طول هو اللي بيخلي الحياة تكون عم تستمر، فأكيد في دايما أعضاء جداد. هلا جوقة شباب والصبايا اللي بوجه لهم تحية كتير كبيرة، صاروا 105 شباب وصبايا، والأطفال 80 طفل، وطبعاً على طول الانتساب مفتوح للجميع. ومثل ما قلت لك إنه نحن مأمنين إنه هالمكان بيساع الكل، وقلب كبير، وطالما في حب وفي إيمان وفي هدف ليوصلوا لهن اللي بحبوا يوصلوا له، ما في شك إنه رح يستمر إن شاء الله. بعرف أنه أهمية التمارين عندك بأهمية الكونسير. خلينا نشوف كمان أجواء التمارين بعد مرة بترتيلة تاني. Thank you.
يعني قد ايه ليقدر واحد يعطي هالجو بده يكون هو كمان عنده سلام روحي، وهل بيعرفوا اعضاء الجو قد ايه عم يوصلوا لناس كل هالسلام؟ بتعرفي انا بامن انه كل واحد منا مسؤول بالحياه، ويمكن هيدي من رسالتنا المسيحيه يكون اداه خلاص. ولازم كل انسان يعرف وين بده يشتغل ليكون حقيقه بهالطريق الصحيح. وبامن انه الايجابيه هي من اسلوب من اساليب الخلاص، يعني كل ما كنا حاملين ايجابيه بالحياه، كل ما حطينا حب اكثر، زرعنا سلام اكثر، وزرعنا طموح ورجاء مع الشبيبة والأطفال. على طول بدك تكوني بهيدا الحماس، بهيدا الإيجابية، بهيدا الروح يلي بتوديهم حقيقة لمطرح يحسوا هالأمل، وعبر هالطرقات بيمشوا نحو الخلاص إن شاء الله. دايما يعني شبيبتنا تكون كمان واعية مع كل هالضغوطات يلي حواليها، مع كل الترندز الجديدة وكل الموضة يلي أوقات هيك بتضغط علينا وبتسبقنا، نكون عارفين شو الأهم أو شو هو المهم. جوقة في لوكالية فأذن ب 13 نيسان بالكنيسة الخارجية لصرح البطريركي الساعة 8. منيح أكيد نكون قبل، والدعوة عامة ولكن منيح تأكيد الحضور. وأنا صحيح؟ بحب كمان عيد الكل ونقول من اليوم المسيح قام، حقا قام. سر مرانا سعد، شكرا لوجودك معنا. شكرا. خلص وقتنا اليوم بـ MTV Alive، مع جديد بكرة مع Alive جديد. باي باي.